بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نوافيكم كالمعتاد بالحصيلة اليومية لمتابعة داء ووباء كوفيد 19 ببلادنا، كما رصدتها المنظومة الوطنية للترصد الوبائي واليقظة فيما يخص هذا الوباء. والحصيلة بطبيعة الحال تهم 24 ساعة ممتدة ما بين الساعة 6 لمساء الأمس إلى حدود الساعة ليومه 21 أبريل 2020، حيث سجلت ببلادنا وأكدت لنا المختبرات الوطنية التي تساهم في هذه العملية 163 حالة إضافية خلال هذه 24 ساعة، فيكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة والمؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء هو 3209 حالة، مع استبعاد إلى حدود اليوم 14891 حالة كانت من المحتمل أن تكون مصابة، إلا أن المختبر أكد بعد التحليلات المخبرية أن الحالة لم تكن تعني أو لم تكن نتيجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بالنسبة للتوزيع الجغرافي ديال الحالات، فلا زالت جهة الدار البيضاء سطات تأتي في المقدمة، متبوعة بجهة مراكش أسفي، وهاد الجهات بجوج بوحدتهم كيسجلوا ما يفوق 50% من مجموع الحالات المسجلة إلى حد الآن. تأتي بعد ذلك جهة فاس مكناس، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم بعد ذلك جهة الرباط سلا القنيطرة. هذه الحالات الإضافية ديال هاد 24 ساعة، واللي العدد ديالها 163، تأتي دائما في إطار هذيك البؤر اللي كنتكلموا عليها هذه الأيامات، وهي بؤر وبائية في أوساط ديال عمالية ومهنية، خصوصا في بعض الوحدات الصناعية، حيث أن البؤرة اللي تكلمنا عليها يوم أمس ديال الدار البيضاء سجلت اليوم 18 حالة إضافية، باش يوصل المجموع ديال الحالات في هذه البؤرة هو 49 حالة. بالنسبة للبؤرتين ديال مدينة طنجة، فتسجلت 9 الحالات و5 الحالات على التوالي، ويصبح مجموع الحالات المسجلة بهاتين البؤرتين هو 64 و30 حالة على التوالي، مع تسجيل بؤرة إضافية مع الأسف بمدينة ورزازات. فإذن تظل هذه الطريقة ديال التتبع المخالطين والكشف لدى هؤلاء المخالطين هي الطريقة اللي كتمكننا الآن من اكتشاف أكبر عدد من الحالات، أكبر نسبة مئوية من الحالات، بحيث أنه اليوم هذه الطريقة ديال تتبع المخالطين والتقصي والتحري في وسطهم مكنتنا من اكتشاف 146 حالة من بين 163 حالة اللي ذكرت، أي ما معدله تقريبا 90% من الحالات. فيما يخص الوفيات، تسجلت مع الأسف 2 ديال الحالات إضافية هذا 24 ساعة، ولا بذلك المجموع ديال حالات الوفيات المرتبطة بداء كوفيد 19 إلى حدود الآن في بلادنا هو 145 حالة، وتكون نسبة الفتك أي عدد الهالكين بسبب كوفيد 19 من بين الحالات المؤكدة هو إلى حدود اليوم 4.5%. أما فيما يخص حالات الشفاء، فقد سجلنا في هذه 24 ساعة 43 حالة إضافية، ليصبح بذلك إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء تماثلا تاما هو 393 حالة، وتبلغ النسبة المئوية للمتعافين من بين مجموع
المصابين والذين تمت تأكيد إصابتهم بواسطة المختبر، هذه النسبة ديال المتعافين هي 12.2%. يجب تأكيد كذلك بأنه جميع المتتبعين الموجودين حاليا قصد التكفل والعناية بهم في مجموع المستشفيات والمراكز المخصصة لذلك يتم أو الحالة ديالهم الصحية هي كالآتي: 78% من هذه الحالات اللي هي الآن قيد التتبع الصحي والاستشفاء، 78% منهم ليست لديهم علامات المرض أو لديهم بعض العلامات البسيطة، 78%. 17% لديهم حالة صحية حميدة، و 5% فقط هم عدد الأشخاص اللي موجودين في أقسام العناية المركزة أو أقسام الإنعاش. ونؤكد بأنه الطاقة الاستيعابية تفوق بكثير هذه النسب وهذه الأعداد المتكفل بها، بحيث أنه مثلا الأشخاص المتابعون أو المتكفل بهم في وحدات العناية المركزة والإنعاش لا يشكلون سوى 14% من الطاقة الاستيعابية ديال الأسرة المخصصة من طرف وزارة الصحة. فإذن هذا مجمل ما تميزت به الحصيلة اليومية للتتبع ديال الوباء ديال كوفيد-19 ببلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو معنا في لاشين فانسبو وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.